السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات نتابعها بحلقتنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، الثورة الإسلامية الإيرانية اللي نعيش هاي الأيام ذكرى انتصارها وما حققته من منجز أذهل الجميع وقلب الموازين الاستراتيجية وفرض واقع سياسي مغاير يختلف جذريا عن الاصطفافات الموجودة في تلك المدة الزمنية اللي اتسمت بتوقيتها الحساس. لكن قيادة الإمام روح الله الخميني وثقته بالشعب المتطلع للحرية أحدثت انتقالة نوعية انتقلت وياها الجمهورية رغم الأعوام القاسية لحصار جائر من درك الدول المتخلفة التي إلى مصاف الدول المتقدمة فارضة نفسها كرقم الحضور الدولي. 44 عام والثورة الإسلامية تتوهج عزة وتقدم واقتدار في مختلف الساحات والمجالات، لا تحط طموحها حروب وعقوبات ولا تمنعها عن نصرة الحق وقضايا الشعوب، تهديدات وصناعة فتن واضطرابات. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة فراح نتابع بعد كثرة الأزمات اللي عاشها البلد في الحكومات السابقة بما خلفته الحكومة الحالية وضمن إطار الواقع ربما لا يمكن أن تزيل كل هذه المخلفات بين ليلة وضحاها، بل لابد من الوقت والإمكانيات الكافية اللي من شأنها تساعد الحكومة على عبور العقبات. لكن اليوم نراها قدمت الكثير من الخدمات بما ينسجم مع الواقع من إعمار البنى التحتية وإصلاحات على الصعيد الاقتصادي والسياسي اللي لاقت ترحيب من الأوساط الشعبية والمتخصصين لما انعكس من جهود مبذولة على أرض الواقع. هذه الملفات مشاهدي الأحبة من حصادنا هذه الليلة راح نتابعها، تفضلوا البقاء ويانا. حياكم الله. أقامت السفارة الإيرانية في بغداد حفلا لمناسبة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية، التاريخ الأهم اللي سجل حضوره منذ سنوات لما أحدثته من مستجدات، وأكدت وهذه مستجدات واكبت تطلعات الشعوب في التخلص من سطوة المعسكر الغربي وحرية اختيار الحكام. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة وناقش مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد نشاهد التقرير اللي أعد أن الزميل علي حبيب. في ربيعها 44 تحتفل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى انتصار ثورتها الخالدة، وبهذه المناسبة أقامت السفارة الإيرانية في بغداد حفلا استذكاريا لإنجازاتها المتحققة. فالثورة نقطة مفصلية أسست لبلد استطاع إرساء الاستقرار بأبعاده المختلفة بمدة وجيزة على الرغم من تكالب المجتمع الدولي ومساعيه الحثيثة في تحجيم دوره. اليوم الحمد لله الجمهورية الإسلامية تحيي سنوية ثورتها 44. الأعداء كان يقول لن تستمر ولن تبقى، ولكنها ببركة قيادة الإمام الخامنئي الحكيمة تتطور وتزدهر وتقوى يوما بعد يوم. فتحولت من ثورة إلى دولة، وبنت الدولة الإسلامية الآن ضاربة جذورها في الأرض منذ أكثر من 40 سنة رغم المؤامرات التي تتعرض لها والتحديات الكثيرة. الثورة التي فجرها الإمام الراحل السيد الخميني لم تكن أهدافها مقتصرة على المساحات الداخلية فحسب، بل أخذت وفق ما مرسوم لها أن تكون خير مناصر للشعوب الباحثة عن الحرية في اختيار حكامها وتحديد مصيرها. فالثورة بخصائصها الجاذبة صدرت إلى الآخرين. أصبح الأمل المنشود لدى مستضعفي العالم بأن هناك إمكانية للانعتاق من الطغاة والمستكبرين، لذلك ألهمت المشاعر وألهبت الشارع، وأصبحت الثورة هي نبراسا لكل المسلمين، خصوصا أنها استمرت في دعم المستضعفين في العالم ومنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية. بدأ عصر جديد بالثورة الإسلامية في إيران وبقيادة الإمام الخميني، وكذلك الآن في هذا التقدم الذي حصل في إيران خلال هذه السنوات رغم الظروف الصعبة. وبعد 4 عقود من النفس الذي بث في جسد الثورة الإسلامية، ها هي اليوم تحصد الإنجازات الكثيرة والتقدم المذهل على كافة المستويات،
وأسست لمبدأ الند الذي لم تجر عليه أي معارضة من قبل. فالتحديات كانت كبيرة بمعنى الكلمة، لكنها لم تضف للقيادة الإيرانية إلا أسرارا في متابعة الخطى التي رسمها المؤسس، ولم يبدي شعبها إلا رضا في إكمال مسيرة الصمود وإشهار الرفض باتجاه أي مشروع لا يخدم الأمة وقضاياها المركزية. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ محمد. وكذلك أرحب بضيفي الكريم ينضم معي عبر سكايب من طهران الدكتور هادي أفقهية الدبلوماسي السابق. حياك الله دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أبدأ مع حضرتك، لم يكن الجنوح نحو ثورة إسلامية شاملة بالأمر السهل واليسير، نتحدث الأمر إلى ارتباطات تتعلق بإحكام الشاه، قبضته على إيران جعلها تابعا للغرب، وصولا إلى فكرة تأسيس ند يشهر الرفض باتجاه مشاريع الاستكبار. كيف تنظر إلى هذه العوامل التي أدت إلى الثورة؟ حياكم الله، أبارك للعالم الإسلامي ولكل المستضعفين انتصار الثورة الإسلامية في الذكرى 44. حقيقة فكرة إقامة دولة إسلامية على مستوى المعرفة وعلى مستوى التجارب الإسلامية للطيف الإسلامي السني والشيعي حقيقة كانت ضرب من الخيال، وهي موجودة في بطون الكتب كنظريات. الرجل الذي تمكن، المرجع الذي تمكن من تحويل تلك الأسس والقواعد الفقهية والنصوص الروائية إلى واقع على الأرض هو الإمام الخميني، لأنه أدرك تمام الإدراك من خلال كتابه في الحكومة الإسلامية وكثير من محاضراته التي نراجعها وخطاباته، إبان التعبئة واستنهاض الأمة قبل انتصار الثورة. كان يركز على النقاط التالية: أولا، أن في النصوص القرآنية والروائية والمتواتر منها ما يكفي من الأدلة في تكليف الفقيه لإقامة الحكومة الإسلامية إذا توفرت الظروف، وهذا ما يقول به كل الفقهاء. نعم. والإمام الخميني يرى الظروف مؤاتية. ثانيا، الواقع العملي، الإمام يرى أن المسلمين يبقون في سبات وفي نكبة وفي تراجع، و مقابل أن الاستكبار العالمي والصهيونية تغرس خنجرها في خاصرة العالم الإسلامي، تدمير مجتمعهم، نهب ثرواتهم، قتل طاقاتهم، الهيمنة على أراضيهم، على بحارهم، على مضائقهم، تتحكم بمصير اقتصادهم. الإمام الخميني يرى أن نهضة المسلمين وقطع يد الاستكبار يحتاج إلى إقامة دولة إسلامية. هذه هي الأسس التي اعتمدها، هي أسس الأدلة الشرعية والواقع العملي على الأرض لإنقاذ المسلمين. طيب. نعم. مجددا حياك الله دكتور أفقهي. أول ما عمل عليه مفجر الثورة الإسلامية السيد روح الله الخميني أنه وثق بشعبه، وثق بتطلعات هذا الشعب نحو التخلص من قيود الهيمنة الغربية. في هذه الجزئية كيف قام السيد الإمام ثورته بعد أن أرسى قواعدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية أستاذ أحمد والأخ العزيز دكتور هاشم. حياك الله دكتور. كل عام والأمة الإسلامية
وأحرار العالم بخير إن شاء الله. يعني ما قام به الإمام الخميني قدس الله نفسه واستئناف واستمرار نضالات رجال الدين الذي لهم دور وباع كبير في محاربة الاستبداد في الداخل ومقارعة الاستعمار على المستوى الخارجي، ولا ننسى فتوى الميرزا الشيرازي في تحريم التنباك ما عرف بثورة التنباك، وكذلك لا ننسى دور الشهيد الشيخ فضل الله نوري ما قاد ثورة المشروطة، ولا ننسى دور الشهيد المدرس الذي وقف بوجه الطاغية أبو الشاه رضا شاه وأودت بحياته هذه المواجهة. إذن الإمام الخميني حمل راية رجال الدين الذين وقفوا في كل المراحل التي كانت تهدد الشعب الإيراني والأمة الإسلامية على سواء، وقدموا الغالي والنفيس، وحتى في عهد الشاه كان هناك كوكبة من رجال الدين الذين عذبوا في سجون وغياهة سجون الشاه على يد السباك. فالإمام الخميني كان يعرف كل هذه المعاناة ومحاربة الدول الاستعمارية والاستبداد الداخلي ضد أي تحرك لأي رجل دين ثوري يريد أن يستنهض شعبه لينقذه من براثن العبودية والسلطة الشاهنشاهية التي قضعت على ثقاب هذا الشعب منذ 2500 عام، كما كان يتبجح بها محمد رضا بهلوي آخر إمبراطوريات وآخر سلاطين أو شاهات السلسلة الشاهنشاهية. فالإمام الخميني كان يعرف أنه الآن نضجت الثمرة وبدأ بحقيقة تحركه ليس عندما نفي إلى النجف الأشرف، وإنما قبل ذلك بسنوات ما عرف بثورة 15 خردات التي أودت بنفيه إلى تركيا ومن ثم إلى العراق الذي بقي في المنفى، ولكن لم يكل ولم يمل من الارتباط بشعبه والارتباط بالعلماء وتحريضهم على أنه ضد الاستبداد الداخلي الشاهنشاهي والسلطة والهيمنة الأمريكية لمدة 30 عام التي خدم الحقيقة الاستعمار محمد رضا بهلوي. إذن انطلاقا من هذا الموقف التاريخي وهذه القافلة من العلماء وهذه المواجهات وهذه الثورات، التف الشعب حول سماحة الإمام الخميني رحمة الله عليه، وانتصرت هذه الثورة نتيجة تراكمات ظلم السلسلة البهلوية والهيمنة الأمريكية على مقدرات وثروات هذا الشعب بكل مفاصل الحكومة بكل ما تعنيه أستاذ أحمد الحكومة الشاهنشاهية. إذن أسقط هذا النظام وأسس كل المؤسسات وبدور محوري للشعب، لأنه كان وما زال في عهد الإمام الخامنئي أنه الدور الأساس هو للشعب من انتخاب ولاية الفقيه ما عدا الإمام الذي جاء فرزا إلى آخر وزير وإلى آخر مندوب في البرلمان يأتون بتصويت مباشر أو غير مباشر من قبل الشعب. دكتور محمد، يعني نتحدث عن هذه الثورة اللي جاء بها الإمام الخميني، يعني واضحة المعالم ذات مبادئ وقيم وأهداف نبيلة، لعله من أبرز الأسباب اللي جعلت هذا الهدف يتماشى مع ثقافة الشعب الإيراني وحضارته العريقة، بالتالي أصبحت هي امتداد لما تحويه يعني الجمهورية الإسلامية من معطيات كانت كامنة، ومن ثم تفجرت بعد أن قاد الثورة الإسلامية السيد الإمام. أتفق معك في هذا الرأي. الإمام لم يزرع شجرة الثورة على أرض سبخة أو على خيال أو على أرض حجرية، هناك مكنون تاريخي لدى الشعب الإيراني وهو عقيدته الإسلامية ومذهبه وتبنيه إلى منهج آل البيت. ولكن الإمام الخميني
في آلية الثورة نعم اعتمد على الشعب الإيراني، لكنه في أهداف الثورة ما كانت هذه الثورة مفصلة على جغرافيا إيران أو على عدد سكان إيران، وإنما أرادها نقطة انطلاق لتغيير العالم الإسلامي حتى يستعيد هويتك ويقطع يد الاستكبار والصهيونية التي تلعب وتتلاعب بمقدرات المسلمين والمستضعفين في المنطقة. صحيح أن الشعب الإيراني شعب مؤهل لحمل الرسالة، ولو لم يكن الإمام يدرك هذه القضية لما حمله مسؤولية الجهاد حتى ينتصر، ولما حمله مسؤولية مواجهة الاستكبار والشاه، ولما حمله مسؤولية أن يتبنى ثورة إسلامية. ما ممكن أنت تبني دولة إسلامية وتريد تطبق الإسلام حكومة على شعب ما يؤمن أو غير مستعد أو غير مؤهل أو قاصر فكريا. لا صحيح، أنا أعتقد هذا الاستعداد لدى القاعدة التي بناها الإمام الخميني التي تمثل الشعب المسلم الإيراني من الحوزات المفكرين المجاهدين هم الذين تحملوا مسؤولية أكبر، وهي هذه الثورة جعلها إشعاع ووسيلة لإنقاذ الشعوب الإسلامية، وأن تؤمن الشعوب اللامنقذ لها من الظلم ومن الجور ومن الاستعباد ولاستعادة عزتهم وكرامتهم، وليكفي أن اللاعب الدولي يتلاعب بمقدراتهم بمضائقهم بحركة التجارة بالصناعة بكل شيء، والأمم في سبات. هذه الأمة الإيرانية وأنهضت معها كل الشعوب. نعم الشعب العراقي يمتلك عمق جدا طويل من الجهاد ومن الإيمان ومن الثورات ومن المواقف بوجود الحوزة العلمية، هكذا لبنان، هكذا في كل شيعة العالم، لكن الإمام الخميني اختار أن يجعل الشعب الإيراني وإيران بالذات هي نقطة البداية. طبعا لها ظروفها، على الأقل هناك انسجام مذهبي، إيران تعتبر قوة في جغرافيتها في تاريخها في وجودها في كذا، وأسس الإمام عمر طويل ومعه مكافحين لتربية القاعدة وتربية الأمة على تحمل مسؤولية، وإلى الآن كدليل على أن الإمام الخميني أحسن الاختيار وأنه يعلم أن شعبه قادر على تحمل مسؤولية الثورة ومساعدة المؤمنين في العالم والدفاع عنهم. إلى الآن الثورة بعد الإمام الخميني وفي ظل الإمام الخميني وفي ظل القيادة والقادة الموجودين يدافعون وأثبتوا دفاعهم في البوسنة والهرسك وفي غزة وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق. إيران تقف بكل قوة لمساعدة المسلمين. طيب. دكتور أفقهي، يعني يشير السيد الهاشمي إلى أن مساحات الثورة الإسلامية لم تتوقف عند الحدود الجغرافية لإيران، وإنما تعدتها بمديات كبيرة ومهمة. يعني مديات نجاح الثورة الإسلامية عندما لم تقتصر على هذه المساحة الجغرافية وتخطت هذه الحدود، إذن هذا الانتصار كان عامل مساهم في بروز ثورات احتجاجية في المنطقة تطالب الحرية وصولا إلى مساندة الجمهورية في قضايا الأمة والمستضعفين. نعم بكل تأكيد، يعني أنا أتذكر قصة سمعتها من ثقات أنه الإمام الخميني عندما طرح فكرة أو نظرية ولاية الفقيه المعرفية لم يقصد نفسه أنه هو الذي يريد أن يقوم بهذه العملية، حتى عندما كانت الأجواء مناسبة بشكل نسبي في العراق ذهب والتقى بسماحة الإمام الحكيم قدس الله نفسه، قال له أنا وكل مقلدي وكل أتباعي تحت أمركم إذا نهضتم هنا لتشكيل حكومة إسلامية. إذن طموح الإمام الخميني أولا وبالذات لم يكن شخصيا، وثانيا لم يكن إيرانيا بحتا كما تفضل الدكتور الهاشمي. ومن هنا تشكلت قوات في الحرس الثورة مهمتها دعم المستضعفين ودعم المحرومين ودعم الأمة الإسلامية والدفع عن المخاطر التي تحيط بالأمة الإسلامية
وتشكل فيلق القدس، وقام ما قام به الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني في إيران وفي المنطقة من اليمن وإلى العراق بعضيده الشهيد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس، وكذلك في فلسطين المحتلة إلى جانب حزب الله في حرب 33 يوما، وإلى جانب الشعب السوري في محنته في الحرب الكونية من 83 بلدا لإسقاط النظام وتقسيم سوريا. إذن المنطلق كان منطلقا إيرانيا جغرافيا، ولكن لم يقف عند هذا، وأكد سماحة الإمام الخامنئي يحفظه الله بعد استشهاد عملية اغتيال الشهيد حاج قاسم سليماني في أول خطوة له، قال: فيلق القدس وقوات القدس هي قوات بلا حدود. طيب، يعني هذه التواصلية دكتور أفقهي، هذه التواصلية في إنتاج يعني قادة مستمرين ومتواصلين ورجالات تمتد قيادتهم إلى معطيات هذه الثورة، هذا الوهج كيف نسميه؟ يعني هو طبيعة الثورة، لأن الآن البعض يشكل على أنه يا أخي أنتم قمتم بثورة مثل باقي الأمم، باقي الشعوب، باقي الدول، وخلص انتهى الآن وهج الثورة وعليكم ببناء دولة، في حين أنه ليس هناك تناقضا أو تعارضا في استمرارية الثورة كالطاقة الممدة للدولة، ليس هناك تعارضا. لو كان هناك تعارضا لأسقط بعضهما البعض الآخر، إما الدولة إذا حست بتناقض كانت أسقطت الثورة، أو الثورة إذا حست بتناقض كانت أسقطت الدولة. إذن هذه الإشكالية في الحقيقة غير واردة، لأنها أثبتت مفعولها بأن الثورة يجب أن تكون مستمرة كي لا تنحرف الدولة، ويجب أن يحافظ الشعب على وهجه، وتصدر مفاهيم الثورة إلى الأمم التي تتوق إلى الحرية والتحرير من هيمنة براثن الاستكبار العالمي الذي يقبع في الحقيقة بمخالبه تصدير الثورة على ثروة المنطقة. نعم دكتور أفقهي، تصدير الثورة الدكتور الهاشمي الذي يتحدث عنها الدكتور أفقهي، نتحدث عن هذا التصدير لربما واحدة من أهم المعالم وأبرز السمات اللي امتازت بها الثورة عند تصديرها لهذه المفاهيم وخلق القادة، هو ما يعرف اليوم بمحور المقاومة والممانعة. إذن هل أن هذه الثمار كانت من تلك الشجرة التي ثبت جذرها؟ أولاً الإمام الخميني من يقرأ خطابه السياسي قبل انتصار الثورة وبعد انتصار الثورة لا يجد اختلاف ولا تناقضات ولا هفوات ولا تهافت في الخطاب، واضح الرؤية وخريطة سياسية حتى لقادم الأيام. كدليل أن الإمام الخميني حينما يرسل رسالة إلى غورباتشوف في أواخر عمر الاتحاد السوفيتي، وتبنى غورباتشوف سياسة الانفتاح أو ما يسمى بيرسترويكا، كان الإمام في رسالته لو قرأت بدقة يتنبأ ويحذر غورباتشوف أن الاتحاد السوفيتي سيتفكك، ويحذره من أن هذه الدول التي ستتفكك ستذهب تحت المظلة الأطلسية أو القطب الأمريكي. الذي يحصل الآن أن أوروبا الشرقية التحقت أغلب دولها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في حلف الأطلسي، بل انتمت إلى هذا القطب حتى عسكريا، واستمرت أمريكا في الزحف. شوف هذا اللي حذر من الإمام الخميني، حتى وصلوا إلى أوكرانيا حينها استيقظ الروس في زمن بوتين وحصلت هذه الحرب. هذه من نبوءات الإمام، هي من تحذيرات الإمام. لو أن الروس كانوا يأخذوا بجدية نصائح الإمام لما آلت الأمور إلى هذه الحرب التي تكاد أن تكون تداعياتها كونية. أما مسألة تصدير الثورة، هناك من يقول شنو المشكلة أن الإمام يصدر الثورة؟ هذا الإسلام، تكليف العالم والمرجع والمسلم أن يبلغ الإسلام، هذا تكليف إلهي، ادعو إلى سبيل ربك. هسه الآليات تختلف عسكريا، سياسيا،
فكريا، تأثيرات آخر هو الشعوب حتى تستجيب، تشوف التجربة الناضجة في إيران وتستجيب لها، آليات تبقى خاضعة للظروف. لكن بالنتيجة مبدأ تصدير الفكر الإسلامي، هذا تكليف شرع على كل مسلم أن يصدر الإسلام والفكر الإسلامي، وهي دولة، هذا كان مسؤولية فرد ومسؤولية مجتمع ومسؤولية مرجع ومسؤولية عالم ومبلغ ومرشد وكل إنسان شريف مصلح وداعية. فمن باب الأولى أن تتحمل الجمهورية الإسلامية مسؤولية التبليغ والتصدير، التصدير اللي فهمه الغرب ويفهمه أذناب الغرب غير اللي نفهمه احنا. مناصرة قضية فلسطين تصدير ثورة، شنو مانع منه أن الإمام يكون تصدير مفهوم الثورة؟ نعم. وهو مناصرة المستضعف الفلسطيني ضد الغاصب، وليش ما تصدر؟ شنو المانع أنتم أيها الأمة العبرية العربية، شنو المانع عندكم في هذه القضية؟ تعيبون على اليمن، أنتم بزمن الشاه أذلاء وما حد كان يحكي مع الشاه اللي كان يقف ضد القضية الفلسطينية، هاي سميته تصدير ثورة؟ نعم نؤمن بهذا التصدير مناصرة الفلسطينيين، ويناصر العرب من اللبنانيين، ويناصر سوريا، هي سوريا الشيعية، سوريا السنية، لو هي فلسطين شيعية، فلسطين أحناف وشوافع وسنة. إذن مفهوم تصدير الثورة إذا كان مناصرة المستضعف، تصدير فهم القرآن، تصدير الفقه، تصدير الدين، القيم، الإخلاق، شنو المانع منها؟ سالآليات كلام آخر. نعم. شو ما اعترضتوا على الإيمو ولا اعترضتوا على المثلية اللي ترفع أعلامها الولايات المتحدة الأمريكية في كل العواصم العربية. نعم. فبالنتيجة النهاية نحن مع تصدير الثورة، ونحن نريد من الدولة أن الجمهورية الإسلامية أن تصدر الثورة. طيب. عم هاي الثورة اللي بيها عزة وكرامة وشموخ، بيها تطور تقني ونووي، بيها تطور في في في, في في السلاح، بيها طاقة وكهرباء، بيها عزة، بيها هيبة أمام الدول العظمى. طيب بالتأكيد تصدرها يا معودين. نعم. شو المانع؟ بالإضافة إلى هذا التصدير كان هنالك الرسوخ والثبات دكتور أفقهي لكل ما يتفضل به الدكتور الهاشمي، لغاية اليوم وبقيادة الإمام الراحل تستمر إنجازات الثورة الإسلامية على مختلف الصعد، ولكن نركز على الصعود الداخلية، يبدو التقدم واضحا في جميع المجالات، وخارجيا أيضا أصبحت إيران رقم صعب في المعادلة الدولية. صحيح، يعني أدركت الثورة وخصوصا بعد أن وضعت الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية أوزارها، بادرت مباشرة الحكومات المتعاقبة والمتتالية، سواء بدءا من حكومة الشيخ هاشم الرفسنجاني وبعدها السيد خاتمي وبعدها أحمد نجاد وروحاني إلى يومنا هذا، لم تتوقف عملية التنمية والتطوير وإعادة البناء وفتح في الحقيقة المجالات العلمية الحيوية، وخصوصا العام الماضي الذي نحن الآن، هذا العام الحالي الذي نحن الآن على نهايته، أعلن عنوان، لأن كل سنة كان يعلن الإمام الخامنئي عنوان لكل سنة، أعلن الإنتاج، الشركات البحثية العلمية والدعم لهذا الإنتاج. هذا أحدث ثورة صناعية، ثورة طبية، ثورة علمية على كل الصعود. تحققت بات الجميع يعني على الأقل على المستوى العسكري، عندما تزيح القوات العسكرية بين المدينة والصناعات على التطبيق، على مستوى المسيرات، على مستوى ناقلة النقل، وهذا كله بأي نية. لا أحدث النووي، ولا أحدثك عن النينو والليزر والخلايا الجذعية التي باتت في الحقيقة تحكي للعالم أنه بلد محاصر من جميع الجوانب، وبكل ما كانت تمتلكه أمريكا من قوة ومن قساوة، حتى على مستوى الأدوية، منعت الأدوية للأمراض صعبة العلاج، لكن هذه الثورة تتطور وتتحدى في ميادين العلم، في ميادين الصناعة العسكرية. نعم. في ميادين الطب، في ميادين حقوق المرأة وما إلى ذلك. إذن ما دامت هذه الثورة بهذا الشكل، المستوى الراقي من علم ونشاط،
لا يمكن في الحقيقة السيطرة عليها ولجمها، بل ستصدر هذه العلوم إلى دول الجوار على الأقل. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، حدثنا عبر سكايب من طهران لهذه الإثراءات، وكرر شكري لحضرتك، والشكر كثير لجنابكم الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بكم ضيوفا كراما. نتحول إلى الملف الآخر بعد الفاصل، نتابع مشاهدي الأحبة. ما تزال تراكمات اللي ورثتها الحكومة الحالية من أزمات كثيرة ومتعددة تقف عقبة أمام سير الحكومة الحالية رغم ما قدمته من إنجازات وإصلاح للواقع المتردي، وهذا ما نتج عن هذه الخدمات من رضا الشارع العراقي واستحسانه. بالتالي هاي الخطوات تحسب إلى إنجاز الحكومة الحالية ومدى حرصها للنهوض بواقع البلد. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد هذا الاستطلاع اللي أجرى الزملاء في غرفة الحصاد. احنا كعراقيين نرى هذه الحكومه حكومه فقير وحكومه انجازات وحكومه لخلق فرصه عمل لهذا الشعب المظلوم. 20 سنه صارت تمنت علينا حكومات وترادفت عليها حكومات، ولكن لا ما قدمت قد ما قدمت هذه الحكومه من خلال 3 أشهر، وعمر الحكومه 3 أشهر وانجازاتها عظيمه. نتامل من الحكومه اللي هي الجديده من رئاسه الوزراء الشيعي السوداني، اللي هو مبادراته حلوه جاي اشوف انجازات حلوه اللي جاي اشوفها بالاونه الاخيره، اللي هو تنزيل سعر صرف الدولار. والدوله ان شاء الله هي ايضا جاي تسعى مسعى، لكن شو تسوي؟ مو كل الامور تتعلق على عاتق الدوله، يجب على المواطن والتاجر وكل من كل شخص يجب ان يساهم بمساعده الدوله ورفع مستواها. وإن شاء الله رئيس الوزراء ما قصر. يعني هناك خلال 100 يوم التي قضت منها حكومة السوداني إنجازات صراحة على أرض الواقع، شاهدنا خطوات أكثر بمحاربة الفساد الإداري والمالي، وأنا أشوف أنه أكو على أرض الواقع أكو إنجازات بهالنوع، أكو محاربة للفساد. يعني نجاح كبير يسجل إلى الأخ السوداني في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، ومن أبرز هذه هو أنه كشف كثير من السرقات كسرقة القرن، ونتمنى لأن يكون معاضدا ومساندا من قبل الشعب ومن قبل البرلمان. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ واثق الجابري المحلل السياسي. حياك الله أستاذ واثق ضيفا كريما. حياكم الله. أهلا ومرحبا بك. وكذلك أرحب بالدكتور ناصر الكناني الخبير الاقتصادي، حياكم الله ضيوفا كرام. أستاذ واثق، نتحدث عن حجم التركة الثقيلة اللي خلفتها حكومة الكاظمي، يوجب على الحكومة الحالية العمل بمسارات نوعية. هاي المسارات تأخذ بعين الاعتبار حقبة زمنية صعبة عاشها العراق خلال تلك المدة، إذن كيف توائم وتواشج حكومة الخدمات بين ترميم الوضع السابق وتحقيق الإنجازات في الوضع الحالي؟ نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام وضيفكم الكريم دكتور ناصر. وطبعا بطبيعة الحال الحكومة الحالية هي شرعت يعني بكل الخطوات التي حددتها في برنامج الحكومي، ولم تتعكز يعني على اخطاء الماضي او تقول ان هنالك عراقيل او تركات سابقه. رغم وجود هذه التركات، لكن هي مضت ضمن مشروعها الخدمي وحددت الاولويات. لذلك اليوم يعني حتى نسبه القبول الشعبي وحسب اخر استطلاعات حصلت هذه الحكومه على كثير من القبول، سيما ما قدمته في مجال الخدمات والوصول الى المناطق، بالذات المناطق الفقيرة. وأكيد يعني هذه الخدمات هي تتعلق بكثير من الجوانب الاقتصادية والحياتية وما يعيش عليه المواطن يعني بشكل يومي. يعني مسألة الخدمات اليوم، تعثر الخدمات في مناطق وبالذات المناطق التي لم تصلها خدمات ربما منذ سنوات، هي اليوم شرعت بهذه المناطق. لذلك ستكون مردودات إيجابية، لأنه مسألة غياب الخدمات سوف تؤثر على المواطن بشكل أو بآخر، ربما هو لا يستطيع الوصول إلى أماكن العمل. القضية الثانية تعطل الحياة في هذه المناطق، انخفاض أسعار العقارات، هجرة أبناء هذه المناطق، وبالتالي حتى الأمراض والمدارس وغيره من ما تتعلق بحياة المواطن اليومية. لذلك اليوم هذه الحكومة هي حددت الأولويات و
وضعت يعني مسألة مكافحة الفقر في واحد من أهم أولوياتها. لذلك يعني هي الحديث والتحرك على المناطق يعني ليس على مستوى بغداد وإنما هنالك محافظات أخرى، يعني أكيد هي خطوات إيجابية وأكيد هي ستعالج كل الإشكاليات التي ولدتها الحكومة السابقة، التي يعني حتى اليوم يعني أنا شاهدت يعني بعض المشاريع التي وضعتها الحكومة السابقة ربما كانت يعني حددت فترة الإنجاز خلال عام 22 وهي لم تحرك يعني حتى حجرا داخل هذا المشروع. بالتالي كل المشاريع التي كانت تتحدث عنها حكومة الكاظم هي مشاريع ربما ما سميت بمشاريع فيسبوكية، منها ما وعدت به بتوزيع أراضي أو خدمات لمناطق، وبالتالي كل هذه كانت لها انعكاسات سلبية على الحياة اليومية للمواطن العراقي. طيب دكتور ناصر، تحدث ضيف الكريم الأستاذ الجابري عن أن الحكومة العراقية عملت بخطين متوازيين لتحقيق قضايا جوهرية. الخط الأول تمثل بمكافحة الفساد، معالجة القضايا اللي أحدثت الحكومة السابقة، وأيضا الخط الآخر هو تقديم الخدمات، لأن الحكومة وسمت نفسها بحكومة الخدمات، وطبعا هاي الاحتياجات والمتطلبات أدتها بشكل سريع والمواطن لما استمرتها. هذا التواشد والتقارب في هذين المسارين كيف تنظر إليه من ناحية اقتصادية؟ شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم. حياكم. شوف احتمال يخطأ بعثرة ويعثر، وهذه العثرة قد يكون تؤثر كثير على كل ما قدمه. أنا حاليا بس أبدأ بموضوع واحد حقيقة، سيد السوداني قدم الكثير بسرعة ممكنة جدا وسرعة شديدة، أقول مو ممكنة، بسرعة شديدة جدا، والأخطاء السابقة حاول يصلحها وقد يكون يتخطاها، بس أكو خطأ كبير أود أنبهه أوصل له هذه المعلومة. موضوع تراخيص الجولة الخامسة للنفط، خليه يهتم بقراءتها وينتبه للأخطاء التي وردت في العقد ويتحذر منها. هذه في الناحية. الناحية الأخرى فيما يخص موضوع التقديم، هو قدم الرجل الكثير ونحن طبعا نشد على يده ونحذره قلنا من الأخطاء. فيما يخص موضوع الدولار والتلاعب بالدولار والتلاعب بالعملة، هناك طبعا احنا عندنا حدود مفتوحة وحدود شو نسميها يعني منافذ حدودية. إذا قدرنا نسيطر على المنافذ الحدودية من الصعب جدا السيطرة على المنافذ على الحدود المفتوحة. فعليه أن يضع آلية للحدود المفتوحة أكثر من الحدود اللي نسميها منافذ الحدودية. فالآلية اللي يضعها احنا ذاك الزمن أو قديم عدة كانت يسموها شرطة الجمارك التي تطارد المهربين. طبعا دول بدأوا من الخيل، بعدين تطوروا صار عندهم بيكابات سيارات، بعدين تطوروا صار عندهم هليكوبترات. اليوم احنا الحدود اللي مفتوحة عندنا من 6 دول مجاورة كلها طبعا مفتوحة وحدود طويلة جدا، ومتجاورين طبعا الحدود متجاورة بقرى. القرى طبعا هم ولد عم وقرايب وكذا، فبالإمكان اختراق البلد من هذه القرى، فيفترض الاهتمام بهذه الحدود. طيب. مثل ما يقول. طيب في هذه الجزئية، ونتحدث الأستاذ واثق عن البقاء بوتيرة هذا الأداء الحكومي، ما دام أن حكومة الخدمات تؤدي بشكل جيد، والدكتور الكناني يشير إلى بعض الثغرات اللي يجب أن تلتفت إليها الحكومة سواء في جولات التراخيص أو حتى المنافذ الحدودية والشريط الحدودي. البقاء بهذه الوتيرة من الأداء الحكومي يوجب الاستمرار بالزخم السياسي. هذا الزخم السياسي يجب أن يكون مدعوم من عدة قطاعات، المؤسسة التشريعية بل حتى الطبقات الاجتماعية يجب أن تدعم هذا التوجه كي نحقق النجاح. كيف تنظر إلى اجتماع كل هذه الجزئيات؟ نعم، يعني اليوم يعني هذه الخطوات يعني وجدية الخطوات والمتابعة، يعني هو كان يعني ربما يعني في فترات سابقة يعني جزء كثير من القوانين أو الدول الأكثر تشريعا للقوانين هي ربما تكون الأضعف باعتبار أن القوانين لا تنفذ ثم تأتي بقوانين أخرى وأيضا لا تنفذ، وبالتالي تكثر التشريعات دون تنفيذ. اليوم السيد السوداني ربما هو يتابع بنفسه كثير من الملفات، وأيضا أعطى سقوف زمنية سواء كان للمدراء العامين للمحافظين للوزراء، و
هذا يعني مسألة البناء يعني هو يعني ربما كالبناء الجديد يعني قد نرى الهيكل لكن بقية الملحقات وإكمال كل المشاريع طبعا أكيد يحتاج إلى وقت، ربما سنجد ثمار متكاملة خلال فترة الستة أشهر كما وعدنا السيد الكاظمي والعفو السيد السوداني، وهو سيقيم عمل وزرائه ومحافظيه ومدراء عامه، وبالتالي كل هذه الخطوات اليوم يعني لاقت قبولا يعني سياسيا واجتماعيا ايضا وشعبيا. اليوم الشعب العراقي ربما الكل وقف مع يعني مسألة دعم الدينار العراقي وهذه الحملات التي شنتها الحكومة العراقية، كذلك الحملات على محاربة المحتويات الهابطة التي أساءت إلى القيم العراقية. لذلك هذه الخطوات الإيجابية طبعا أكيد هي لابد من تعاوض، طبعا أكيد تحتاج إلى وقوف سياسي وكل القوى يعني سواء كان على المستوى التشريعي أو التنفيذي. القوى السياسية اليوم باعتبار حكومة السيد السوداني هي حكومة ممثلة لتحالف إدارة الدولة، وهذا التحالف كبير ويستطيع تمرير القوانين والتشريعات وأيضا الرقابة لمساعدة الحكومة في مكافحة الفساد وأيضا العمل التنفيذي من خلال الوزراء والمسؤولين التنفيذيين الآخرين. لذلك يعني هو العمل مسؤولية كل الجهات السياسية والشعبية. الشعب طبعا هو يراقب يعني أكيد يراقب على أرض الواقع، وهو بدأ يعني يتلمس الخطوات الإيجابية. يعني ما حدث في الفترة السابقة من مسألة المضاربة والتجار الجشعين وغيره من مهربي الدولار يعني والحملة التي قامت بها الحكومة، الشعب العراقي وقف مع الحكومة لأنه عرف أن هذه الحملة الحكومية أو القرارات الحكومية كانت لصالح الشعب العراقي. لذلك كانت هذه المساندة أعطت دفاعا وخطوات مشجعة للحكومة إضافة إلى جدية الحكومة. طيب يعني هنا نتحدث أيضا عن قضية مهمة جدا دكتور ناصر، نتحدث عن البرنامج الحكومي اللي يضمن إصلاح جميع هذه القطاعات اللي تتحدث عنها الأستاذ الجابري. إذا ما أجادت دوائر صنع القرار في قانون الموازنة العامة بشكلها ومضمونها، نتوقع أنه راح تكون وتيرة الأعمال بشكل أفضل من هذا الأداء السابق؟ شوف احنا من نجي الوزير علي علاوي علي معروف يعني علي عبد الأمير اسمه الوزير المالية حقيقة، نعم. جاء بمشروع كبير جدا اللي هو الورقة البيضاء، والورقة البيضاء كانت معدة أداة تام من فيدرالي بنك، وأضاف لها طبعا الموازنة، وكان الدولار قبل ما يرتفع على 45 كان بالضبط محدد ب 65 هو 165. الآن بعد الضغوط اللي تمت من قبل الحكومة أو العفو من قبل البرلمان والضغوط اللي تمت انخفض إلى 45 وصارت الوتيرة على هذا الحد. طبعا أكيد ما قدر الأخ عبد الأمير علاوي في وقتها وقدم استقالته وخرج نظيف اليدين حسب ما ادعى. المشكلة اليوم اللي احنا نعانيها اقتصاديا، طبعا بالمناسبة خلي في حساباتك كانت عندنا طبعا مشكلة واحدة اللي هي الحرب الأوكرانية الروسية، اليوم أضاف لها زلزال الكبير اللي ورد في تركيا وسوريا وقد يكون لا ينتهي، وقد يعني مشاكل كبيرة جدا راح تعم المنطقة بأكملها. فعلى الآن إذا أريد أحد ينظر شوية على البعد يعني لا دائما نباوع جوارج دينا، نعم. احنا دائما نشوف البلدنا نحتاج إلى كل شيء نستورد، علينا نوقف قسم من الاستيرادات بمشاريع خلينا نقول الصغيرة. أنا طبعا قدمت مشاريع حقيقة ثلاث مشاريع، المشروع الأول سميته النواة والثاني سميته المنقذ وقصدت بمنقذ الحكومة، والثالث اللي هو مشروع الأجيال. هسا أتي على الثاني. قدمت لمن دكتور ناصر؟ والله قدمت أنا من خلال القنوات الفضائية وأيضا قدمتها بيد أشخاص قد يكون وصلت أو ما وصلت لسيد السوداني ما أعرف. طيب. بعد احنا نتحدث عن الأموال اللي تعزز من إنجاز البرنامج الحكومي لدى الحكومة. طيب إذا ما أقرت الموازنة راح تحقق لنا المزيد من الإنجازات؟ شوف أنا دا أحكي على مواضيع قد يكون ما لها علاقة بالقرار الموازنة، يعني أنا دا أحكي على مثلا أنا أعرف من أين تؤكل الكتف، يعني حقيقة
بالعمل اللي أقدمه والمشاريع اللي أقدمها مشاريع استراتيجية كبيرة جدا وتحتاج إلى عقول وفهم ودراية وأيضا هم مقابلة مع الأشخاص اللي هم مهتمين إذا كانوا مستشارين أو حتى دولة رئيس الوزراء إذا يعطينا من وقته قد يكون فترة زمنية ساعة ونص ساعة أدري أنا مضغوط بس يعني يفترض أن يسمع أنه ويسمع لهذه المشاريع اللي هي آمنة القديمة أنا بدي أقول أجيال والمنقذ وأيضا الأول النواة فمشاريع كبيرة جدا البلد اليوم هو في أمس الحاجة إليها فسنأتي إذا من هو شو معنات المنقذ ومعنات الأجيال ومعنات النواة النواة اللي هو 6120 وحدة سكنية في الناصرية متكامل الخدمات ونضيف لمنطقة صناعية وتجارية وسياحية وحرة والعفو مو حرة العفو صناعية قلنا وزراعية وخدمية ومدارس ومستشفيات وكذا هاي تكون في بعد نقطة في أطراف المحافظة ألا ترى بأن هذا الوقت يعني أستاذ واثق بأنه هذا هذه المشاريع لربما لم تدخل على خط الموازنة بالتالي نتحدث عن الموازنة وأقرارها حتى أكون منصف في الوقت دكتور أتمنى ناصر. تسمعني لأن هي ما مكلفة للدولة بشيء نعم شوف البنك المركزي او عجز المصارف هالوقت من حصاد الاستاذ واثق ما يخلوني اسمح للاستاذ واثق لانه الاستاذ واثق احرص مني على البلد حقيقه فمن يسمع مني يكون مستانس اكثر فالمشروع اللي انا بدي احكي عنه حقيقه هو غير مكلف للدوله البنك المركزي او عجز المصارف الاهليه والحكوميه تعطي قروض الى المواطن لغرض السكن او الصناعه او الزراعه واي مشاريع عنده فأنا طبعاً أكو مشكلة هو بين المواطن وبين المصارف نعم. المواطن لا المصرف يستطيع ينطي قرض بدون ضمان ولا المواطن عنده ضمان يغطي نعم. أيضاً القرض اللي يأخذه نعم. فأنا جبت وسيط اللي هي شركة أوروبية ألمانية هاي شركة تعطي ضمان للمشروع بأكمله وبعد ما يكمل تنفيذ المشروع يحال المن إلى المستفيد الأخير وهنا تضع المصارف يدها على المشروع وهنا غطينا اقتصادية وتأخذ هذه المسارات وهذه النتاجات أمام صانع القرار وتوضع أمامه بكل أما المشروع أمانة. الثاني إذا تسمح لي حضرتك دكتور ناصر الكناني هذا ما يسمح به وقت البرنامج أشكرك شكرا جزيلا دكتور ناصر الكناني الخبير الاقتصادي والشكر الكثير لحضرتك الأستاذ واثق الجابر وأعتذر منك لعدم إنصافي في الوقت حقيقة المحلل السياسي ضيفنا الكريم في الاستوديو شكري منصور لكم مشاهدي الأحبة على الله